بمناسبة اليوم العالمي للسياحة المصادف لتاريخ 27 سبتمبر 2020، والذي جاء هذه السنة تحت شعار السياحة والتنمية الريفية. أرطأ المكتب الولائي أن يختار مكان عين شجرة، هذا المكان الرائع كمتنفس وفضاء غابي يتربع على أزيد من 500 هكتار، لأجل التعريف به لجمهور الولاية وسكان الولايات المجاورة، وكما كانت سانحة لتنظيم مهرجان محلي للسياحة الريفية، حيث احتضن مجموعة من الأجنحة التي تعنى بكل ما ينتجه الريف. شاركنا في هذا المعرض باش نوري المنتوجات اللي تنتجها المرأة الريفية والمرأة الباكية في البيت، وباش نحافظوا حتى على التقاليد تاعنا. ان شاء الله التظاهرات مثل هذه تكون يعني على مستوى العام، اسمها كل عام يعني، وتعود ديما كما نقولوا احنا اشاك فوا يعني ديما تعود نديروها. احنا جينا زياره هنا، عجبتنا البلاصه والله يرحمك ربي، جبت عزوز النفس شويه، جبت الاولاد والله البلاصه ما شاء الله، فوق غير باش نزيدو في المرونه نزيدو علينا شويه حوايج ما شاء الله، نودو تترفعو، جيبو الاولاد ما لقيناش توا راح نترفعو.